طيب بكرة أول مباراة للأهلي في الموسم الجديد، الموسم المحلي، مباراة النادي المصري. يمكن آخر مباراة للأهلي في الموسم كانت يوم 3/8، والنهاردة احنا بنتكلم في 18/9، يعني بعد حوالي 45 يوم الأهلي يعود من جديد إلى مشوار الدوري العام. فترة كانت فيها راحة سلبية، كانت فيها معسكر وفترة إعداد، كان نخوض عدد من اللقاءات الودية ثم لقاء السوبر، ولكن بكرة أول مباراة للأهلي في الموسم الجديد. مهم جداً نقول للناس ان بعد الاهلي رجع من السعوديه ما كانش فيه وقت حتى للتدريبات، امبارح كانت راحه، النهارده التدريب الوحيد والختامي والدخول في معسكر والسفر الى برج العرب لخوض لقاء المصري في مستهل مشوار الاهلي في الدوري العام. كل التفاصيل وكل المعلومات وكل الاخبار بالتاكيد لازم نروح الى مقر النادي الاهلي بالجزيره، وتحديدا من ملعب مختار التتش مع الزميل العزيز فاروق صلاح عشان نعرف منه كل الاخبار وكل التفاصيل. مساء الخير يا فاروق. برحب بك زميلي العزيز محمد سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وباذن الله محمد تكون بدايه خير ان شاء الله للموسم النادي الاهلي وانطلاقه بطوله الدوري او دوري رابطه الانديه المحترفه. ان شاء الله النادي الاهلي طبعا هيختتم تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش استعدادا طبعا لمواجهه فريق المصري غدا على استاد برج العرب. في بدايه ان شاء الله نتمنى بدايه خير للنادي الاهلي مدافعا عن درع الدوري وعن بطولته المفضله، ان شاء الله تكون بدايه موسم مليء بالبطولات باذن الله للنادي الاهلي. طيب عايز اتكلم معاك بقى على استعدادات الفريق، وهي تدريبه واحده ومران وحيد وبعدها لسه في سفر الى برج العرب، ولكن كيف يستعد الجهاز الفني لمباراة الغد في ظل بعد العودة من السعودية ممكن تكون التشكيلة اللي لعب بيها في المملكة العربية السعودية مش هي اللي هتكون جاهزة في مباراة بكرة، في غيابات أكيد أنت عارف، موضوع كهربا، حسين الشحات، كمان عايزين نطمن منك على إمام عاشور، كانت في إصابة بسيطة الكل بيتكلم عليها، هل مدى صحة الكلام ده؟ كمان عايزين نتكلم على صلاح محسن، يمكن قبل ما أبدأ الحلقة الناس اتكلمت إن في تراكم إنذارات وبالتالي لن يبدأ مع الأهلي مباراة المصري في الموسم الجديد. اتفضل يا فاروق. يعني خليني يا محمد يعني احطك في الصوره في البدايه، احط جماهير النادي الاهلي في الصوره والمشهد بشكل اكتر. يعني خليني اقول لك ان في هذه الاثناء مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي بيعقد محاضره مع اللاعبين، ودي اول جلسه او محاضره مع اللاعبين عقب طبعا خساره اللقب السوبر الافريقي وخساره البطوله امام اتحاد العاصمه. دي اول اجتماع او جلسه بين مستر مارسيل كولر واللاعبين وجميع افراد الجهاز الفني في هذه الاثناء. مستر كولر بيعقد المحاضرة مع اللاعبين، طبعا عايز يقفل تماما صفحة خلاص مباراة السوبر الافريقي، بس قبل ما يقفل المباراة ازاي نتعلم من اخطاء هذه المباراة وناخد منها بداية ان شاء الله للمشوار القادم، وان احنا اعتقد بتبقى يعني دايما المحطات الصعبة يا محمد او لحظات السقوط بتاخد منها بداية ان شاء الله للانطلاق، وده بالنسبه للنادي الاهلي. مستر كولر يعني من الامور اللي يعني بيتكلم فيها مع اللاعبين او يعني بيحاول ان هو ينبه اللاعبين لهذا الامر، ضروره ان احنا نسيان خالص الخمس بطولات اللي الفريق احرزهم الموسم الماضي. اعتقد يعني البدايه كانت امام فريق اتحاد العاصمه بالشكل يعني او بالصوره اللي ما ترضيش الجهاز الفني، ما ترضيش جمهور النادي الاهلي، لكن هنبني على اللي جاي ان شاء الله. فالمحاضره الحاليه او الجلسه اللي بيعقدها مستر كولر مع اللاعبين ان شاء الله تكون منها بدايه ان شاء الله، والبدايه غدا ان شاء الله امام فريق المصري بطوله الدوري، بطوله مفضله بالنسبه للجماهير النادي الاهلي، بالنسبه لكل فرد ينتمي لمنظومه النادي الاهلي بدءا من مجلس الاداره مرورا باللاعبين مرورا بالجماهير مرورا بكل فرد، ان شاء الله تكون بدايه موفقه طبعا امام فريق المصري. الفريق لم ياخد اي تدريبات يا محمد طبعا عاقب مباراه السوبر، كان طبعا في استشفاء بعد المباراه ثاني يوم للاعبين اللي شاركت في المباراه، ثم طبعا النهارده التدريب الرئيسي والتدريب الاخير للنادي الاهلي. مستر كولر كان بعد الوصول منح اللاعبين راحه لمده 24 ساعه، النهارده طبعا هيخوض تدريبه الاساسي هنا على ملعب مختار التتش قبل التوجه والسفر الى الاسكندريه للمبيت باحد الفنادق القريبه من ملعب برج العرب اللي هيستضيف احداث اللقاء غدا بمشيئه الله. طبعا يا محمد كلام كتير واجتهادات كتير، لكن خليني اكد لك بعض الامور. بالنسبه لامام عاشور كان يعني تلقى كدمه في المباراه السوبر امام فريق اتحاد العاصمه، خليني اكد لك يعني الامر بسيط جدا وباكد لك جاهزيه امام عاشور ايضا لهذه المباراه مباراه المصري. واحد من اللعيبه بالنسبه لمستر كولر دخل يعني تقدر تقول الكلام ده احنا كنا بن
بنقوله دايما يا محمد معاك من خلال معسكر النادي الاهلي، انه امام عاشور واحد من اللعيبه اللي في فكر مستر مارسيل كولر وداخل ضمن التكتيك اللي بيشتغل عليه مستر مارسيل كولر. بطمنك عليه وباكد لك جاهزيته لهذه المباراه. طبعا زي ما انت عارف يا محمد لظروف الايقاف النادي الاهلي هيفتقد في هذه المباراه للثلاثي صلاح محسن ومحمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات. تقدر تقول يا محمد يعني من المنتظر ان شاء الله ان هيكون انتوني مودست الوافد الجديد والمهاجم الجديد يقود هجوم الاهلي غدا بمشيئه الله. طبعا هيكون موجود معايا طبعا في قائمه المباراه اللاعب الناشئ محمد زعلوك، واحد من اللعيبه اللي مستر كولر صعدها من قطاع الناشئين وظهر بشكل مميز جدا في المعسكر الاعداد اللي كان في النمسا. تقدر تقول ايضا اكرم توفيق وكريم فؤاد باكد لك جاهزيتهم ان هم جاهزين النهارده للتدريب، لكن هيتضح طبعا بعد نهايه التدريب مدى يعني فرص لحقهم او وجودهم في المباراه. لكن خلينا اكد لك من الناحيه الطبيه جاهزيه كريم فؤاد واكرم توفيق للاستعانه طبقا لرؤيه مستر مارسيل كولر، وتبقى الامر ويخضع للرؤيه الفنيه. طبعا استمرار طبعا لغياب محمود متولي وعمر السولي عن هذه المباراه، لكن النهارده ان شاء الله بعد التدريب واعلان القائمه من المنتظر طبعا نشوف وجوه جديده في النادي الاهلي طبعا في المباراه غدا بمشيئه الله. ايضا طبعا تقدر تقول طبعا بيعود بعد الغياب عن مباراة السوبر الأخيرة طبعا كريم نيدفيد واحد من اللعيبة طبعا اللي يكون موجودة مع الفريق غدا في هذه المباراة بإذن الله. لكن زي ما بأكد لك محمد بالنسبة لكريم وأكرم من الناحية الفنية من الناحية الطبية جاهزين، الأمر بيخضع طبعا لرؤية مستر مارسيل كولر ومدى يعني احتياجه ليهم في المباراة غدا إن شاء الله أمام المصري. لكن كفة اللاعبين جاهزية اللاعبين أعتقد يعني الحالة اللي احنا لمسناها من اللاعبين وشايفينها من اللاعبين إن شاء الله هتكون بداية مصالحة للجماهير النادي الاهلي غدا بمشيئه الله امام فريق المصري على استاد برج العرب. هل في تصريح يا فاروق ممكن نشوف السولية امتى بالظبط؟ اكرم كريم برضو موضوع التراكم من زياره عن صلاح محسن اعتقد انت يعني شرحت كل التفاصيل، ولكن ممكن نلاقي كمان عوده للمصابين في الفتره القريبه في ظل انت داخل كمان بعد ماتش المصري على دوري ابطال افريقيا، مباراتين يتخللهم بالتاكيد مباراه في النص في الدوري العام، بعد كده عندك ماتش انبي في الكاس، فبالتاكيد انت محتاج عدد كبير جدا من اللعيبه يكون جاهز على الاقل خلال الاسبوعين القادمين. يعني محمد خليني اخدهم يعني بالترتيب زي ما اكدت لك بالنسبه معذره لكريم فؤاد واكرم توفيق. مستر كولر لو محتاجهم في المباراه غدا اعتقد من الناحيه الطبيه جاهزين تماما لرؤيه مستر مارسيل كولر، باكد لك جاهزيتهم طبعا والامر ده يخضع ليه مستر مارسيل كولر ومدى احتياجه ليه الاثنين. لكن من ناحيه الاصابه او من الناحيه الطبيه الامر خلاص منتهي تماما كان بالنسبه لكريم فؤاد واكرم توفيق. لو مستر مارسيل كولر محتاجهم غدا في مشيئه الله في هذه المباراه هيكونوا جاهزين. لكن بالنسبه للكابتن عمرو السولية اقدر اقول لك بعد لقائي ان شاء الله سان جورج الاثيوبي يكون جاهز طبعا للمشاركه مع النادي الاهلي في المباراه. بدا طبعا في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي، يبدا ياخد اجزاء طبعا من المران الجماعي ثم طبعا يختتم او يكتمل جاهزيته طبعا في المشاركه بصوره كامله في المران الجماعي للنادي الاهلي. لكن زي ما باكد لك طبعا يا محمد بعد لقائي ان شاء الله سان جورج الاثيوبي يكون ان شاء الله الكابتن عمرو السولية جاهز طبعا للمشاركه مع فريق النادي الاهلي، واحد من العناصر المهمه جدا في تيم النادي الاهلي وفي تشكيل النادي الاهلي. نتمنى له السلامه طبعا ونتمنى كل السلامه لكل اللاعبين للنادي الاهلي. خليني برضه محمد على هذا السياق عايز اتكلم على الكابتن محمد الشناوي. كابتن محمد الشناوي وكباتن النادي الاهلي ورامي ربيعه اتكلمت طبعا مع اللاعبين بعد نهايه مباراه السوبر وخلاص هنقفل صفحه مباراه السوبر، عايزين طبعا نبني على اللي جاي، عايزين نركز في بطوله الدوري، نركز في بطوله دوري ابطال افريقيا، نركز في بطولة الدوري السوبر الافريقي اللي ان شاء الله تكون مصالحه لجماهير النادي الاهلي. اعتقد ان هي هتكون اول البطولات باذن الله في الموسم الجديد للنادي الاهلي تكون البدايه من بطوله الدوري السوبر الافريقي. لكن خلينا ناخد الامور بالمرحله، كل مرحله بوقتها، نبدا مباراه المصري ثم نشوف لقائي سان جورج الاثيوبي ثم طبعا لكل حدث حديث والتحضير طبعا لبطوله السوبر الافريقي اللي هتبقى معترك افريقي صعب جدا وقوي جدا. لكن دايما يعني على عهدنا مع لعيبه النادي الاهلي في الوقت الصعب بيظهر مع ده اللاعب النادي الاهلي. اخر حاجه يا فاروق التدريب هينطلق امتى والتحرك ان شاء الله لاسكندريه هيكون الساعه كام؟
يعني خليني اقول لك يا محمد، خلال دقائق زي ما يعني وضحنا ان مستر كولر بيعقد جلسه حاليا مع اللاعبين، عقب انتهاء الجلسه والمحاضره هينطلق تدريب النادي الاهلي، هيكون خلال دقائق يعني من الان، خلال دقائق بسيطه جدا هيكون انطلاق المران، هيختتم الفريق طبعا تدريباته في تمام الساعه 7، ثم هيكون طبعا التحرك في تمام الساعه 7:30 طبعا الى الاسكندريه زي ما قلنا للمبيت باحد الفنادق القريبه من استاد برج العرب، ان شاء الله اللي هيستضيف احداث اللقاء ان شاء الله تكون بداية خير، بداية موفقة إن شاء الله للاعبي النادي الأهلي، خاصة إن هي مواجهة صعبة جدا سواء أمام فريق المصري أو مدير فني زي الكابتن علي مير اللي دايما بتعرف يا محمد أسلوب لعبه وطريقة لعبه، إنه دايما بيفكر أمام النادي الأهلي في إن أنا أخرج بدون ما أنا يعني بدور على إن أنا ما أتغلبش أكتر من إن أنا أفكر إن أنا أفوز، فبالتالي ده بيزيد من صعوبة اللقاء والتقفيل والطريقة الدفاعية اللي بيلعب بيها الكابتن علي مير، لكن إن شاء الله مستر كولر يعني واللاعبين ان شاء الله والامور الفنيه اللي هيشتغل عليها في التدريب النهارده تتطبق بشكل امثل في المباراه غدا ان شاء الله، ويكون في النادي الاهلي في رصيده اول 3 نقاط في بطوله الدوري باذن الله. باذن الله. الزميل العزيز فاروق صلاح، انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب للاهلي في بدايه مشواره في الدوري العام. ده كان